انتخابات تشرين تفصل بين التغيير نحو الغد بأيام قليلة يرسم خطاها العراقيون بأصابعهم لاختيار شخصية لقيادة دفة المرحلة القادمة في بابل، تلك المدينة الأثرية التي لها شخصيتها بتأييد الجماهير. اليوم احنا اكثر الناس البسيطة العراقيين يمتنعون عن الذهاب للانتخابات، فاحنا دائما نوصي ابنائنا واخواننا العراقيين نقول لهم لازم تروحون تنتخبون حتى يكون اكو تغيير، حتى لو كان 20% من الاحزاب تتحلحل والانتخابات القادمه نغير بعد 20% لازم نشارك. شيوخ العشائر وابنائهم يتحدون لتسميه مرشحهم حسين علي الرماحي الذي يبذل الغالي لنهضه قضاء القاسم وسط دعم كبير لتسنمه مهام برلمانيه في المرحله القادمه لتغيير حال الفقراء والمساكين في وقتنا الحالي. حسين علي عبد الرضا الرماحي ابن القبيلة البار وله باع طويلة في التغيير إن شاء الله، وهو ابننا وهو ابن العراق وابن هذا البلد الحر، وإن شاء الله يقوم بواجبه خير قيام ويكسب ثقة الناس، ونحن من ورائه رماحي ابن رماحي ابن رماحي حتى قطع النفس. نعم، إرشادات المرجعية جعلناها دستور تأسس عليها مشروع قادمون، أولا من حيث المجرب لا يجرب، ثانيا مشروع وطني عابر للطائفية وعابر لكل اللغات القومية والعنصرية وإلى آخره، مستقل عن مصالح الخاصة وعن وعن الأجندات الخارجية. بالتالي هذه هي إرشادات المرجعية باختيار الأصلح والأفضل، وتم اختيار جميع المرشحين من شخصيات مستقلة أهالي المنطقة هم أدرى بهم. قادمون تسمية لتجمع أعلن عن تصديه لمرحلة صعبة وسط منافسة شديدة لقيادة المرحلة القادمة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، بابل.